قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على النجاح بتاعك مرتبط بالوطن. كلما نجح الوطن نجحت الأمة. ولا أريد أن أقول إن أزمتنا في التفعيل هي أكبر من أزمتنا في التنظير. نحن في واقع متأزم. حال أن يتحرر بدن يحمل عقلا عبدا. كيف أكون عاملا؟ كيف أكون مؤثرا؟ كيف أكون فعالا؟ كيف أكون رساليا؟ بلادي وإن جارت علي عزيزة. ولكن باش الصدمات مهمة من حيث مراجعة كثير من الأمور. كثير من الأمور ما ننتبهوش لها إلا إذا حد صدمنا باش نقدروا ننتبهوا لبعض الأمور ونعملوا رقابة ذاتية لكثير من السلوكات تاعنا. مع أنه من الصعوبة بمكان شوف من الجواهر موجودة في الفكر الإسلامي. هذه النظرية أنا نعتبرها نظرية كبرى نتاع ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد. يتكلم على كيف تتشكل شخصية الإنسان. نحن شخصية الفعل تاع الإنسان، يعني درك هذا اللي يعمل هكذا وديسر هذا فعل نراه نحن في النهاية، لكن ما يهمنا نحن كتربويين منين جاء وقيس هذا على جميع الأفعال صغيرها وكبيرها. نحن لا نرى الأفعال إلا في نهايتها، بينما هذه الأفعال من الناحية السلالية عندها دورة. كل فعل عنده دورة إنجاز، منين تبدأ ومنين تمر وكيفاش تشوفها أنت بعد في النهاية. لن تستطيع أن تفهم الظواهر، هذه الأفعال كلها ظواهر، لن تستطيع أن تفهم هذه الأفعال وهذه الظواهر إذا لم يكن لديك فقه بالدورة الإنجازية للأفعال. هذا ابن القيم رحمة الله عليه يتكلم في جزء، هو يتكلم على جانب على يعني الدورة، كيف مراحل دور تشكل الأفعال السلبية. ويتكلم عن الأفعال السلبية، وش يقول؟ منين يبدأ الفعل اللي نشوفوه احنا في النهاية؟ يبدأ بالخواطر. هل يستطيع أحد من البشر يحبس الذهن بتاعه وما يفكرش لحظة؟ لا تستطيع. وجربوا ذوق هيا ونحبسوا، ما تمر بخاطرنا حتى حاجة لأقل من ثانية، لا نستطيع. كاين خواطر تمر في كل لحظة، لأنه مادام فيه وذنين وفيه مادام فيه وسائل تلقي المثيرات الخارجية الذهن لازم يشتغل عليها. وحتى إذا ما كانش مثيرات خارجية الداخل هو يشتغل. جميع الأفعال تبدأ من الخواطر. نقرأ لكم الفكرة، برك يقول لك دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة. منين تجي الأفكار؟ أفكار السيئة، هو يتكلم عن الأفكار السيئة. الأفكار السيئة أو الأفكار الإيجابية منين تجي؟ ونحن هنا نتحدث عن معالم الفكر الرسالي.
دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت في جيران، فدافعها، فإن لم تفعل صارت شهوة، حاجة صبحت مليحة، شهوة حاجة مليحة حلوة لذيذة، يعني باش تشجعك وراها عمل الشيطان يشجعك باش تمضي فيها، فدافعها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وإرادة لح على الخروج باش تعبر على روحها، فدافعها، فإن لم تفعل صارت فعلا، خرجت البرة خلاص، ولدت ما عندكش حق الإجهار، ممنوع، طلعت خلاص خرجت، أنت شفتها وصبحت جزء منك، خلية من خلايا نتاع التفكير نتاعك والسلوك نتاعك والحياة نتاعك، يقول لك فدافعها، هزر بتخلص منها، فإن لم تفعل صارت عادة يصعب عليك التخلص منها. هذه المثال اللي أعطيته لكم وأمثلة كثيرة نستطيع أن نستحضر، لماذا لا يتخلص؟ لأن الأمر صار عادة، فكل فعل عنده دورة إنجاز، هاي منين، هاي كيفاش تبدأ، هاي كيفاش تبلور، هاي كيفاش تخرج، إذا لم نفهم نحن، هذا هو التفكير السنني اللي نتكلم عليه أنا، أن نكتشف المنظومات المشكلة للظواهر، فإذا انسقنا وراء المفرزات نتاع الظواهر هذه عمرنا لا نفهم شيء ولا نصل إلى شيء، والله أعلم، طولنا. قلتم لن تنجح نهضة من غير انسجام في الأسرة، ما رأيكم في نهضة الغرب والأسرة في الغرب كما لا يخفى عليكم ممزقة؟ الأسرة لازم ما نحصروهاش، ما نحصروش الوظيفة نتاعها في مجرد التربية والأمور التربية، ولكن التربية لأي شيء، لأي غرض، لازم تندرج في إطار النهضة الحضارية نتاع الأمة. وأنا يعني من الأفكار اللي حبيت نقولها ونسيتها، اسمح لي يا سيد جلالي، الله يبارك، من الأمور اللي حبيت نقولها هو قيمة الإنسان، قيمة الفرد منا من قيمة المجتمع نتاعه، وقيمة المجتمع نتاعه من قيمة الحضارة نتاعه. لماذا الآن المسلمين في العالم يعني خف وزنهم وخفت القيمة نتاعهم في العالم؟ ما هو السبب؟ لأن الحضارة نتاعهم ما عندهمش حضارة، بينما مثلا الإنسان الغربي، لماذا الإنسان الغربي إنسان عزيز في المجتمعات نتاعه وعزيز خارج المجتمعات نتاعه؟ لأن الأمة، المجتمعات التي ينتمي إليها هذا الفرد وهذا الإنسان، والأمة التي ينتمي إليها هذا الفرد وهذا الإنسان في مرحلة نهضة حضارية صاعدة، في دورة حضارية صاعدة، ولذلك الإنسان يكتسب قيمته ومكانته وعزته من قيمة مكانة المجتمع نتاعه ومكانة الحضارة نتاع الأمة نتاعه، والعكس صحيح، الإنسان يعني يهان ويفقد الكرامة نتاعه ويفقد الحقوق نتاعه بضعف الحضارة التي النهضة الحضارية التي ينتمي إليها. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنا وأنت وغيرنا، إذا أردت أن تكون لك قيمة، وإذا أردت أنا أن تكون لي قيمة، وإذا أردنا كلنا أن تكون لنا قيمة، فعلينا أن نعمل على تحقيق نهضة الأمة. وتحقيق نهضة الأمة، أنا ذكرت الدوائر نتاعها، تتحقق نهضة الأمة
إذا ارتقينا بالوعي الرسالي نتاعنا في هذا السلم نتاع الدوائر. الثاني بالنسبة للأسرة في الغرب، والله أعلم يعني كثير من المعلومات نتاع الناس اللي ما عاشوش في الغرب، معلومات فيها بزاف الدعاية والبروباغاندا والأيديولوجيا أنا الآن راني في 20 سنة عايش هناك ونشوف باللي التربية، خاصة التربية العملية نتاع تنمية الأبعاد الإنسانية في الإنسان، كيفاش الإنسان يكون نظيف، كيفاش الإنسان يكون فعال، كيفاش الإنسان ينمو عنده الذوق الجمالي، كيفاش الإنسان يحترم الشغل، كيفاش الإنسان يعتمد على نفسه، كيفاش الإنسان يحترم الآخرين، كيفاش الإنسان ينتهج استراتيجية الابتسامة. الابتسامة أنا اعتبرتها استراتيجية، نسميها استراتيجية الابتسامة. شوفوا ونحن الجزائريين من أشد الناس حاجة إلى اعتماد استراتيجية الابتسامة في حياتنا، في الأسر نتاعنا. تقول قتلوا له باباه، مع أولادك متخنزر، تقولوا متخنزر، مع الجيران عبوس القمطريرة، في الشغل تروح للإدارة يقطعوا لك النفس، تروح باش تستدير حاجة. هذا غير في النظرة. وبعد يقول واش تحب. استراتيجية الابتسامة هذه لازم تتحول عندنا فعلا إلى هذه نماذج من نجاح التربية، قوة التربية في الجوانب المادية نتاعها. ولذلك والله سبحانه وتعالى في القرآن قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هم أخذوا بسنن أو بجوانب من سنن بناء الحضارة، بنوا حضارة، حضارة مادية من أرقى الحضارات التي شهدتها البشرية، فتوحات لا نظير لها، ومستمرين في الاندفاع بها سواء في علوم المادة أو في علوم الإنسان، في علوم الإنسان، ولكن كلها تدور حول جانب المادة. ولذلك يعني الحضارة الغربية في بعدها المادي نجحت، والأسرة عندها دور كبير في نجاح هذه الحضارة. ولكن نحن من منظورنا نحن هذا القرآن الشامل نعتبر الحضارة الغربية حضارة أحادية البعد، حضارة مادية قوية، ولكن الإنسان ليس مادة فقط، الإنسان فيه أبعاد أساسية هي التي تعطي للجوانب المادية في الحياة أبعادها الحقيقية، أبعادها الروحية والأخلاقية التي تعطي يعني تنمي هذه الإنسانية في الحضارة. فالأسرة الغربية من هذه الناحية أسرة ناجحة وقوية. ونحن لأننا ننظر بعض المفرزات كذا ونحكم على هذه المجتمعات من خلال هذا غير صحيح. ولذلك لا نستطيع أن نستفيد من التجربة نتاعهم، خاطر عندنا فكرة كما جاء في السؤال الأسرة الغربية مفككة والأسرة الغربية رايحة فيها، لا، أسرة فيها متانة وفيها قوة بالنسبة للمنظور نتاعهم، المنظور نتاعهم للحياة. والأسرة تؤدي أدوار استراتيجية قوية جدا في بناء الحضارة الغربية المادية
المعاصرة بقيمها هي. بقيمها هي نعم. شكرا. برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور. برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور. الموضوع الذي أزل إليه أو طلب مني التحدث فيه هو الإنسان الإنساني في مواجهة التحديات الاجتماعية واستشراف المستقبل. أنا أحاول أن أعالج الموضوع معالجة نوعا ما تقنية بمنهجية ربما تختلف نوعا ما عما ألفتموه أو سمعتموه. قسمت الموضوع إلى مقدمة سميتها مقدمة لا بد منها، ثم قسمت العناصر أو عناصر الموضوع إلى الإنسان الإنساني المجتمع وتحدياته لحركة الإنسان الإنساني هذا، ثم المستقبل واستشرافه. السؤال الأول قبل أن نبدأ، ما الهدف من محاولة أو من معالجة هذا الموضوع؟ لماذا أنتم هنا؟ عندما تخرجون بعد قليل من هنا ماذا أخذتم معكم؟ ما الذي سيتغير في حياتكم؟ هل سيتغير شيء أم سيكون ملتقى مضاف إلى الملتقيات التي حضرتموها من قبل؟ أنا حاولت أن أجيب مكانكم فقلت يجب أن نخرج، أو الجواب أن نخرج بمفهوم واضح عما يجب أن أكون عليه أنا وأنت وأنت الذين رشحنا أنفسنا لهذه الدولة الرسالة، من فهم عميق للمجتمع وأنساقه مختلفة ورؤية واضحة للمستقبل الذي نشهده. إذن فهم عميق للمجتمع ولأنساقه مختلفة وبرؤية إنفيزيون واضحة للمستقبل الذي نشهده. تعالوا إذن نحلل هذا الموضوع من خلال هذه العناصر الأربعة. أولا المقدمة، لأكون سريعا، سميتها مقدمة لا بد منها، وهي جزئيتين صغيرتين. الأولى، اسمحوا لي أن أقول لكم، أن ألوم نفسي وأقول تحليل، أننا دائما نتوقف حين يجب أن نبدأ، دائما نتوقف حين يجب أن نبدأ، وفي كل مرة نستأنف مرة أخرى. يعني نكرر أنفسنا، نطوف في دائرة مغلقة لا نخرج منها، فنحلل ثم نصل إلى نتيجة حين يجب أن نبدأ العمل في المرة القادمة، نحلل ونشخص مرة ثانية. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، أريد أن أقول لكم أن هذا الواقع الذي نعيشه الآن هو واقع طبيعي جدا. لماذا؟ هو واقع أنتجه أو أنتجته بذور بذرت في الماضي. من بذر هذه البذور؟ الجميع بذر، الكثير بذر، فأنتجنا نحن، أنتج لنا هذا الواقع الذي أمامنا. فالكثير منا بل أغلبنا لا يفقه حتى كيف شكل هذا الواقع الذي نحن فيه، لم نفقه كيف تشكل، وتجدنا نعالجه بشكل رجال المطافح. هناك مشكل هنا، مشكل مخدرات، مشكل كذا، مشكل كذا، ونعالج الأعراض دون أن نفهم لماذا تشكل هذا الواقع ولماذا هو إلى أين ينساب. هذه نقطة. فإذا لم نفقه كيف تشكل هذا الواقع ونبدأ نحن نبذر بذور مستقبلنا، سوف ينتج مستقبلنا نحن الذي سيكون حاضر أبنائنا ولم يفهموا أيضا كيف نبذر، لأن البادرون يبذرون، الكل يبذر، الكل يبذر، الكل يزرع، وسوف تنبت ذلك المستقبل الذي لن نفهمه أيضا كيف نشأ. هذه المقدمتين. آتي الآن إلى الإنسان الإنساني. آتي سمعنا كثير من التعريفات، أنا فقط لكي أغلق الموضوع، أنا عندنا في الفيزياء عندنا شيء اسمه الفيرميتور، لما يكون عندنا سيستم ديكواسيون، إذا كان عدد المجاهيل أكثر من عدد المعادلات فنحتاج إلى إغلاق، اسمه الفيرميتور كلوجر. فالإنسان الإنساني هو الذي يعيش في هذه الدنيا من أجل رسالة، عندي الميسيون، يهب لها حياته ويموت وهو يعمل ويكافئ من أجلها، وهي هذه الرسالة واضحة عنده، يدرك بالضبط دوره هو فيها، يدرك بالضبط دوره هو أنا أنت أنت في هذه الرسالة. أمر بسرعة إلى العنصر الذي بعده وهو المجتمع وتحدياته لهذا الإنسان الإنساني. لو استقرأنا تاريخ النبوات، كل النبوات لوجدنا أن الصد وأن رب المجتمعات كان دائما هو الصدور والإنكار والجحود والأذى، وهو يقرر سنة مجتمعية من خلال القرآن الكريم، وهو أن المجتمع يرفض ويحارب ويصد كل دعوة أو رسالة تحاول إخراجه من ماذا؟ من دائرة الراحة التي هو فيها، لا زون دو كونفور. فهو موجود في دائرة الراحة، فلتهمل إنا وجدنا آباءنا على أمة، لا بأس معنا حتى مشكلة.
الذي ألفه أي ألف ذلك راح هذه التي ألفها واطمأن إليها. وهذا طبعا يحيلنا إلى القول أن ليس كل وضع مريح أو كل وضع مريح هو بالضرورة وضع صحيح. ليس كل وضع مريح بس بعد يحدث مشكلة فهو وضع صحيح. فالصحيح والحق هو ما أقره لنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نمتثل له، أما غيره فهو الضلال ولا يشكي تبريره أو تبريره بأننا مرتاحين فيه مع أنه حتى مشكلة. إذن هذا هو وضع الإنسان الإنساني فيه نفسه مواجهة مجتمع في دائرة راحة. الآن هذه المواجهة نأتي إلى هذه المواجهة وهذا التحدي قسمته إلى ثلاث أطراف أو ثلاث أركان بسرعة. هناك مواجه الذي هو ذلك الإنسان الإنساني، هناك مواجه الذي المجتمع الذي يصده الذي ينكره الذي يرد عليه الذي يمنعه، ثم هناك بينهما خطة مواجهة. لكي تنجح هذه المواجهة يجب العمل على هذه الأركان الثلاثة. بالنسبة للمواجه أنا رسالي، أنت رسالي، أنت رسالي، ماذا يجب لك لتنجح في مواجهة في التحديات التي أمامك؟ تأهيل هذا الإنسان الرسالي ليكون في مستوى ماذا؟ في مستوى الندية ليواجه التحديات التي تحيط به. إن هذه الدنيا تحكمها قوانين الكمون أو فرق الكمون البوتنسيال إلى ديفرنس دو بوتنسيال. فالسهل أبدا لا يسهل الجبل. إذا كنت بمستوى أدنى عن مستوى الكمون الذي عليه محيطك أبدا لن تؤثر فيه. إن كنت أيها الرسالي في وضع نفسي أقل من خصمك أبدا لن تستطيع إقناعه أو التأثير فيه. فيجب أن نصل في أبحاثنا إلى اكتشاف النواميس التي بها أخرج النبي صلى الله عليه وسلم مثال 40 عام. ترى ماذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام؟ ماذا كان يعلم الصحابة في دار الأرقام؟ كيف أخرجه؟ إن هذه أسئلة تبقى في دائرة الظل، لا نعرف بالضبط ماذا كان يحدث هناك. يجب أيها الإخوة أيها الأخوات أن نقف على حقيقة مجتمعنا، نقرأه كما نقرأ الكتاب كما قال ابن باز. ولكي نقف على حقيقة المجتمع وواقعه يجب أن نعرف كيف تشكل هذا العقل على مدى قرون متطاولة، وكيف أثرت فيه تلك الترسبات التاريخية حتى صارت جزءاً لا يتجزأ منه. إن هناك كيمياء معينة أنتجت لنا هذا الإنسان الذي أمامنا. إن لم نعرف كيف كانت هذه الكيمياء سينتيك أنتجت هذا العقل الذي أمامنا، إن لم نعرف ونحلل كيف تشكل أبدا لن نستطيع التعامل معه. دعونا نأخذ مثالا جزئيا لعمل مورس على هذا العقل في مرحلة استعمارية معينة. أنشأ جينا الآن في الجزائر مثلا يمثل تحديا كبيرا لاي عمل رسالي، اقصد هنا المكون اللغوي اللغه الفرنسيه نموذجا. هذا المكون دائما نعالجه بسطحيه بالغه، واللغه بلا جدل هي حامله للفكر والثقافه والنماذج التمثليه. فنتج عندنا في الجزائر مثلا جيش من المثقفين يستعملون وعاء لغويا بالتالي فكريا وحضاريا يختلف عن وعائهما، فصاروا بالتالي عقبة في وجه الرسالة والرساليين. ولأن هذا النسب اللغوي هذا فقط جزئية يصدر من حضارة قائمة قوية وفاتنة، وجدنا أنفسنا أمام تحدي آخر. ما هو؟ وهو أن حتى مثقفنا أو مثقفنا ورساليون كذلك يقف موقف المهزوم والمغلوب. الركن الثالث وهو المواجهة. هنا سوف أطرح المقاربة فقط في نادروش. هذه المقاربة ونحن في ملتقى القرآن الكريم هي مقاربة قرآنية، يعني أي تحدي واجهنا في هذا المجتمع نذهب إلى هذا القرآن باعتباره معيننا، باعتباره يعطينا النماذج الكلية التي نستطيع أن نحاكي بها أو نحل بها أي مشكلة جزئية طرحت في واقعنا نذهب إليه. أنا أخذت فقط كمثال بسيط جدا سورة البلد التي تتكلم بالنسبة لها اقتحام العقبة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالمواجهة هناك تحدي، عقبة يجب أن نقتحمها، لها ركنان. فك رقبة يجب أن تحرر هذا الإنسان. فك الرقبة ليس فقط أن يكون رقيقا، أن يكون عبدا أن تدفع ثمنه لتحرره، إنما الإنسان المستعبد لأفكار أخرى، المستعبد لشيء آخر، لهواه، لكذا لكذا، هذا كله يجب أن تفك رقبته. ثم إطعام في يوم المسغبة، الناس يحتاجون لهم حاجيات آنية ملحة يجب أن نعمل عليها، نحقق هذا التوازن. وهذا ضمن الخيمة القيمية
التي هي وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. مثل هذا النموذج فقط، أنا حقيقة أطرحه فقط في مثال هنا. فالقرآن الكريم هو معين نقارنه بمشاكلنا الجزئية بتحدياتنا، ثم نأخذ منه النماذج الكلية ونحاول أن نصل إلى إسقاطات على واقعنا. برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي من علينا بالخير كله ودعانا إلى عمل الخير كله. هذا الملتقى ملتقى الإنسان الرسالي في القرآن الكريم الذي تنظمه الجمعيتان، جمعية العلماء المسلم الجزائريين وجمعية الجزائرية للتواصل العلمي والثقافي، هو سؤال يحقق للإنسان المسلم المعاصر العودة إلى القرآن الكريم كي يستجلي القيم الأخلاقية والقيم التعبدية والقيم المعرفية التي من أجلها يكون عبداً لله حقا في الكون. ومحاضرات التي سمعنا بعضها لبعض الأساتذة المدعوين لعلها تبين بعض معالم الطريق، كيف يمكن للإنسان المسلم أن يستعيد هويته، أن يستعيد ذاته في ظل التحديات الاجتماعية والمعاصرة الكونية من حوله. رأيت حضورا متميزا من السيدات، من الشباب، من الطلبة، وهذا عامل خير يبشر بمستقبل واعد إن شاء الله، ويبين بأن الأصل في الإنسان الجزائري هو الفطرة، فكل ما يتعلق بالقرآن الكريم يدعوه ليستمع له وليتعلم منه. أرجو من مثل هذا الملتقى أن يحقق الغاية التي رصدت له، وهو إعادة استعادة أو هو إعادة القرآن الكريم إلى الوجدان الجزائري من أجل تنشئة الإنسان المسلم في بعده الحضاري في بعده الإيماني. وشكرا. إيمان قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين